هتحطني رقم واحد في الأقاصين. نهائي القرن بينتهي بخسارة الزمالك للبطولة، بطولة أفريقيا. الزمالك بيخسر والأهلي بيحقق التاسعة أخيرا بعد موسم النهائيين على التوالي وخسرهم. بيريح سنة ما وصلش فاينل السنة اللي فاتت وبيرجع تاني للفاينل السنة دي علشان يحقق التاسعة. ولكن الزمالك دي أول نهائي ليه من 2016، وهل الزمالك هيوصل تاني نهائي ولا لا؟ دي حاجة هنعرفها في المستقبل. بس أنا نخش نتكلم على طول في الماتش. أنا واحد بصراحة من الصعب عليا إن أنا أطلع أتكلم في رأيي ده في الماتش أو أتكلم في كورة، صعب جدا عليا. انا بعد الماتش انهيار تام، ما بتكلمش انهيار بعد الماتش، ما صفرت الحكم جت او مش بعد صفرت الحكم، بعد جول قفش على طول، هو انهيار منه. يعني انا انهارت بعد الجول. بس خلينا نتكلم نوعا ما شويه، وليه الزمالك خسر؟ ليه الزمالك خسر المباراه؟ يعني اللعيبه لعب برجاله، لعب برجوله، لعب بروح، كان بيتعمل كل حاجه في المباراه، ولكن ليه خسرنا؟ انا جاي اقول لك بقى ليه خسرنا. الاهلي بدا بتشكيل بيبدا بيه على طول، بس خرج اليو ديانج ونزل حمدي فتحي، ده التغيير بتاع التشكيله. والزمالك برده بيبدا بالتشكيل اللي بيبدا بيه على طول، ولكن بادئ باسلام جابر ناحيه الشمال، وبادئ في بدل اوباما بادئ بيه شيكا بالا نمره 10. وهنا اول مشكله عند الزمالك، باتشيكو لما نزل شيكا بالا نمره 10 بقى مش عارف يحط شيكا بالا نمره 10 ولا يحطه على الطرف، ولا يجيب بن شرقي يحط 10 ويخلي زيزو الناحيه الثانيه على الطرف، ولا دخل زيزو في نمره 10 ويخرج بن شرقي على الطرف مع شيكابالا. مبقاش عارف باتشيكو، مبقاش عارف يلعب بمين نمره 10، ودي ادى ان الزمالك مش عارف يصنع لعب. اول 18 دقيقه الاهلي هو اللي كان ماسك الكوره، هو اللي كان مستحوذ، هو اللي كان خطر على مرمى الزمالك، هو اللي جاب جول في اول 6 دقائق، هو اللي ضيع كوره بعديها على طول، هو اللي كان اشرس، هو اللي كان يعني في اول ربع ساعه الزمالك حرفيا ما كانش لسه وصل لسان القاهره. الزمالك داخل المباراه اسلام جابر متوتر، محمود علاء متوتر، فانت داخل المباراه في عناصر الفريق متوتره، واللعيبه يا دوب داخل نادي الزمالك، الاهلي ماسك كوره وضغط وعايز يجيب جون وعايز انا اخد الاسبقيه، مخليك تفتح الملعب ما تقفلش الملعب وتقفل تماما. ده اللي عمله الاهلي وجاب جون وخلى الزمالك بعد ربع ساعه من المباراه يبتدي يخش في المباراه. والزمالك من دقيقه 15 تقريبا او دقيقه 18 ابتدى هو اللي يمسك الكوره، هو اللي بقى خطر، هو اللي بيوصل لمرمى الاهلي، هو اللي ابتدى ينقل الكوره كتير في نص الملعب، هو اللي بقى يلعب بشراسه، هو اللي يلعب بقوه. كوره في الثانيه ثقه لعيبه الزمالك رجعت تاني، الزمالك وقف على رجله تاني، الزمالك ابتدى اللي هو يلعب كوره، والاهلي بدا ان هو الريتم ينزل. قفشه مش عارف يستلم الكوره، مش عارف يلف بالكوره، كل كوره ياخدها يعمل ميس باص او تقطع منه بكل سهوله. الناحيه الثانيه حسين الشحات مش شايف حرفيا، بيلعب على اسلام جابر اللي هو مش باك اصلا ومش شايف حسين الشحات. ناحيه اليمين جنرال اجي بيلعب وهو عليه هموم الدنيا والاخره، مش عارف يلعب على احمد عيد، وبرده كان ده مأثر على الاهلي الشوط الاول جدا، ان ناحيه اليمين وناحيه الشمال الناحيتين بتوعه مش شغالين. حسين الشحات واجي ومعلول وهاني ومش شغالين. كنت قاعد مع الناس صحابي اهلاويه كنا بنتكلم بين الشوطين، بيقول لي ان الاطراف، بقول له الاطراف مش شغاله الاهلي، بيقول لي مش فاهم ليه، قلت له ممكن يكون هاني ومعلول خايفين يتقدموا ليبقى الثغره المساحه اللي في ظهرهم تبان لبن شرقي وزيزو، يبقى فيه مساحه في ظهرهم يقدروا يستغلوها. قلت له ده حتى في المباراه وفي سير المباراه بنشوف كتير جدا عمرو السلامه بيميل على معلول عشان يقفل معاه الجبهه، وبنشوف كتير جدا حمدي فتحي بيميل على محمد هاني عشان يقفل معاه الجبهه. دروجر جابين اللي هو موسيماني عامل حساب جدا لاطراف الزمالك، عامل حساب جدا جدا لاطراف الزمالك، ده اللي شفناه طول المباراه. بس الزمالك والقهره والزعل ان انت عملت كل حاجه في المباراه وخسرت البطوله. شيكابالا بيجيب جون عالمي في الدقيقه 30 تقريبا او الدقيقه 35، بيعدي معلول واجاييه، بيخش يعدي من السوليه بوم في البعيده، جول تعادل. الزمالك بيعود في المباراه، الشوط الاول بيخلص 1-1، يلا الزمالك بيخش الشوط الثاني، هو الاشرس، هو اللي فايق، هو اللي واقف على رجله، هو اللي ماسك الكوره، هو اللي مستحوذ، هو اللي قريب من الجول، هو اللي قريب اللي يجيب الجول الثاني. زيزو اون فاير، حسام محمد اون فاير، بن شرقي ما كانش باين قوي النهارده، طارق حامد اون فاير، فرجاني زيزو اون فاير، الفريق كله كان موجود، الفريق كله كان مركز في المباراه، الفريق كله كان واقف على رجله، الفريق كله بيضغط، الفريق عايز يكسب البطوله. اسلام جابر عامل مباراه من احلى مبارياته مع انه ما كانش فايق، وحسين شحات لو كان فايق شويه كان اكل على دماغه على قفاه عيش. الناحيه الثانيه احمد عيد اللاعب الناشئ ما عندوش خبرات، بيلعب ديربي في نهائي افريقيا، اتسرق كوره من جيرالدو واتسرق كوره من معلول وعدت وعدت. انا اللي مزعل الزملكاويه كلها واللي قاهرنا اكتر من الهزيمه ان انت عملت كل حاجه في المباراه وان انت اللي كنت تستحق ولكن خسرت.
ده بصراحه اللي انا شايفه، اللي هو انت عملت كل حاجه في المباراه وكنت انت الاقرب وانت اللي تستحق ان انت تفوز المباراه، وجول ضيع بطوله، ضيع منك البطوله. اللي ما عجبنيش واللي كانت نقطه ضعف ناحيتنا او الطرف السيء من ناحيتنا كان باتشيكو. باتشيكو ما قراش المباراه نهائي، باتشيكو ما عرفش يدير المباراه نهائي. خرجت شيكابالا، خرجت شيكابالا ليه؟ كاسونجو يعني ليه؟ كاسونجو كابونجو انا مش فاهم. كاسونجو كابونجو لاعب سيء لازم يمشي من الزمالك. ليه كاسونجو كابونجو؟ مش فاهم. لا وتنزل كاسونجو كابونجو وينج ودخل بنشاري من العشرة. طب ليه؟ طب خلاص نزلت كاسونجو حاول 3 4 4 2 ونزل بنشاري طرف وزيزو طرف ودخل اثنين مهاجمين وتلعب على حاجه اللي انت بتلعب بيها او نقطه قوه عندك اللي هي الاطراف وتلعب عرضيات المهاجمين بتوعك الاثنين مهاجمين. ليه ما عملتش كده؟ مش فاهم ليه من الاساس نزلت كاسونجو طالما انت عايز لاعب يلعب طرف، ما نزلتش كونجم ليه؟ ونجم هيعرف يلعب على محمد هاني، هيعدي ويفوت، هيرفع عرضيه. ليه ما نزلتش كونجم؟ مش عارف. تغييره كارثيه من باتشيكو، كارثيه من باتشيكو. اللي هو انت ما قدرتش المباراه بشكل جيد، التغييرات متاخره كالعاده، نزلت تغيير واحد وعندك على الدكه ممكن كريم بامبو ينزل يعمل حاجه، ممكن نجم ينزل يعمل حاجه، ليه ما نزلتهمش؟ مش عارف. مش عارف بصراحه. انا مش عارف. الناحيه الثانيه الاهلي قرا الماتش، موسيماني قاعد فايق في المباراه. لا الناحيه بتاعت غايه محتاجه لاعب سريع، احمد عيد مش افضل حاجه، راح رامي جيرالدو ناحيه احمد عيد، وفعلا جيرالدو تعب احمد عيد في اخر المباراه، نزل بكوره والتانيه وقعد يجري وسرعات ويفتح معلول مساحات وكل الكلام ده، قدر اللي هو يضغط على احمد عيد. نزل كهربا في اخر دقايق المباراه، واخر دقايق المباراه نزل كهربا بعد الجول كمان، جول الفوز نزل رامي ربيعه وبعد كده نزل كهربا بعديها. موسيماني قدر يدير المباراه والحظ كان محالفه والتوفيق كان محالفه فقدر يكسب البطوله. الناحيه الثانيه باتشيكو ما قدرش المباراه بشكل جيد، ما قدرش يقرا الماتش بشكل جيد فخسرنا البطوله. هو كده، هي الكوره كده. اللعيبه كانت على قدر المسؤوليه، اللعيبه كانت على قدر الثقه اللي احنا شايفينها بيه او اللي احنا حطيناها فيهم. اللعيبه كانت رجاله بتلعب برجوله، ولكن للاسف هي دي الكوره، هي دي الكوره، وهي دي النهائيات. النهائيات تكسب ولا تلعب. هتلعب ماتش عالمي بس ممكن في خطفه زي اللي اتخطفتها تخسر البطوله. كنتم رجال، كنتم على قدر المسؤوليه، كنتم على الثقه اللي احنا حطيناها فيكم، ولكن هذه هي كره القدم. اتمنى العام القادم نعود بقوه وننافس على دوري ابطال افريقيا من تاني. وهنا بيجي دور الاداره ودور امير مرتضى منصور. لازم امير مرتضى منصور يلم الفريق، لازم كباتن الفريق وامير مرتضى يلموا الدنيا، لازم القوامه الاساسيه بتاع الفريق تحافظ عليه. مصطفى محمد ما يحترفش، ما يحترفش، يفضل مصطفى محمد موجود. طارق حامد، فرجاني ساسي يفضلوا موجودين، بن شرقي ونجم المحترفين بتوعك ما يمشوش، ساسي ونجم بن شرقي ما يطلعوش من الفريق، لا بل تدعم كمان بلعيبه افارقه اعلى. خرج كاسونجو من الفرقه، خرج عمر السعيد من الفرقه، خرج مصطفى من الفرقه، وجيب تدعيمات قويه. نهائي قاري، بتلعب نهائي دوري ابطال افريقيا، والدكه بتاع الدكه بتاعتك كلها لعيبه دون المستوى ما عدا ونجم. كلها لعيبه دون المستوى، لعيبه ما يلعبوش بتشيرت نادي الزمالك. لازم تدعيمات في الصيف، لازم 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 في الوقت الحالي. خلاص نهائي افريقيا خلص، نعلن على الصفقات اللي احنا خلصنا معاها، نجيب صفقات جديده، نجيب صفقات جديده وندعم فريق بكل قوه. لازم الزمالك ياخد دوري ابطال افريقيا السنه الجايه. جمهور الزمالك مش هيتنازل عن دوري ابطال افريقيا السنه الجايه، سواء بباتشيكو او من غير باتشيكو. وبالخصوص باتشيكو مش هيمشي كبش فدا، مش هيمشي باتشيكو، هيفضل موجود. بس بتمنى ان باتشيكو يتعلم من اخطائه. ما تتاخرش في التغييرات يا معلم، ما تنزلش قدام الفرقه الصغيره في الدوري وتدافع. دوري ابطال افريقيا خلاص على المشارف، هتلعب دور ال 32. اكسب اكسب والعب كوره وخلي الفريق في ثقه. عايزين نرجع السنه الجايه بكل قوه، عندك نهائيين ممكن يرجعوا لك الثقه بكل سهوله، يوم واحد عندك نصف نهائي في الكاس بطلائع الجيش، بعد كده عندك نهائي على طول، نهائي الكاس، بعد كده السوبر المصري ضد الاهلي. وممكن نهائي الكاس يبقى ضد الاهلي. لو كسبت المباراتين دول، لو كسبت الكاس وكسبت السوبر من الاهلي، هترجع الثقه تاني للعيبه. لعبه ترجع الثقه ليها تاني. بتمنى الفتره الجايه الزمالك ما يقعش في كبوه، الزمالك ما ينامش
الزمالك يعود بقوه، الزمالك الخساره دي ما تهمدوش وما توقعوش، لا الخساره دي تقومك وتقويك وتخليك ترجع السنه الجايه شرس في كل البطولات، كاس، سوبر، دوري افريقيا، كل حاجه تبقى شرس وبكل قوه. كل الدعم للعيبه هنفضل في ظهركم ومستنيين منكم افضل وافضل في في في, في الايام اللي جايه. هارد لك لجمهور الزمالك، فعلا فعلا هارد لك، نستحق كلمه هارد لك. مبروك لجمهور الاهلي، موسيماني عرف يدير المباراه، الحظ والتوفيق كان محالفكم، وهو ده الاهم، ان التوفيق يبقى محالفك في مباريات الفاينل زي دي. الزمالك لعب مباراه لكن التوفيق ما كانش محالفه فخسر. الاهلي اي نعم ما لعبش هي الافضل مبارياته تحت قياده موسيماني او مش من افضل مبارياته الاهلي، وقدر يكسب، التوفيق كان محالفه. مبروك لجمهور الاهلي، هارد لك لجمهور الزمالك، وده بالاول بالاخر ده كان رايي في نهائي القرن ونهائي دوري ابطال افريقيا، واشوفك في النهائي القادمه. مبروك لجمهور الاهلي، هارد لك لجمهور الزمالك، وهارد لك ليا، وربنا يكون في عون كل زملكاوي. ان شاء الله السنه الجايه ناخد دوري ابطال افريقيا يا شباب، وما نزعلوش ما تحزنوش قوي، ان شاء الله السنه الجايه لينا ونبقى الشرسين في كل البطولات. لو عجبتك الحلقه انزل اعمل لايك، او انت اهلاوي انزل اعمل لايك، ولو اول مره تشوفني انزل اعمل سبسكرايب واشترك في القناه وفعل الجرس عشان يجي لك كل جديد، وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك تويتر انستجرام، بتطلع لايفات وبنعمل حاجات تانيه على الاكونتات هناك، روحوا تابعوني بعمل شير على فيسبوك ريتويت على تويتر، وكان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.